شنو المشكله يعني؟ سامح الله حطوه في الاردن، ليش نواجعك؟ كان انا حاطني في بكي تلقاني يا رجل. جيت عالج والله تدهور والله يصير لك شو مصيبه. لكن الموضوع هذا الحقيقه خش عقلي، انا مانيش مسيبه، تريته موضوع كبير. دبنا في حسد وفي كذا. لا انا نقبكم سامحوني يا البرقه يا بنغازي اللي بنجري عليها. مش عيب بكي، لكن ما نبيش نجري سفير ولا وكيل. وطلعت طلع هني ناطقة الحكومة، ناطقة رئيسة الحكومة، رئيسة الوزراء، مش وزراء، رئيسة الحكومة من فوق، رئيسة محمد النفي. وتم إلغاء القرار مش من اختصاصها حتى، ما تفهموا يا ليبيين. رئيس المجلس الرئاسي اللي طلع الناطق الرسمي نتاعها وقالت تم إلغاء القرار، ما تملكش القرار اللي يتحكم فيه الدكتور محمد المنفي رئيس مجلس الرئاسي، يا سفير يا وكيل، لكن موظفين مو الشورى مش من اختصاصه، وفرغوا قبل غناوه حتى هم ومستعجلين.